الناس للناس، يعني يعمل الخير ويرمي البحر زي ما بيقول. بصراحه هيرتد ليك تاني لو عملت الخير ورميت البحر، هيرتد ليك صدقني، لان الدنيا بتلف، الدنيا دواره. انا قابلت ناس والله العظيم ما كنت اتخيل ان انا اقابلهم، تخيل. يعني قابلت ناس يعني مش كنت يعني ما كنتش اتوقع ان انا اقابلهم، وقابلتهم صدفه كمان، انت متخيل؟ في دول، انت متخيل تقابل واحد صدفه في دوله؟ اه والله العظيم صدفه، بس كانت صدفه جميله طبعا. انك تقابل واحد في دوله تانية يعني. طبعا بتحدث في يعني تكون غريبة يعني. تحت أمرك يا المسافر. بس أنا والله في رحلة حاليا، هيكون مكانه فين؟ لو هيكون مكانه دبي أو مصر ممكن. أتمنى والله مفيش أي مشكلة. سافر واهلا وسهلا، الله يكرمك. وعليكم السلام ورحمه الله استاذ علاء، تحت امرك المسافر يا باشا. انا اول ضيف، مفيش اي مشكله، بكلمك بجد ولمده ساعه معاك. عاوز ايه تاني؟ يا باشا انا اول واحد من الحاضرين. معاك طبعا. اكتب لي تعليق هنا على اي فيديو وانا هرد عليك ان شاء الله. او على الانستجرام نفس الاسم، على نفس الاسم على الانستجرام موجود. طبعا الامن والامان، وكل في لندن بلد الامان طبعا. امان يا لندن، امان. الله يكرمك يا المسافر. يا باشا انا اول الحضور. هكون اول واحد، تقلقش. والله انا جالي دعوات من اماكن بس بعيده، هي دي المشكله، بعيده من اخواتنا وحبايبنا طبعا. ان شاء الله المسافر باذن الله، تحت امرك. بس مكانها هيكون فين؟ حدد الدولة. يعني دبي، تركيا مثلا، مصر. حدد الدولة بس هيكون فين؟ قطر. إن شاء الله المسافر بإذن الله. دي محطة يا جماعة. دي محطة ممكن ندخل نشوفها. الشرطة في كل مكان طبعا. الناس اللي متابعين، احنا جينا هنا قبل كده. لو تابعتوا الفيديوهات جينا المحطة دي قبل كده. هاي ستريت. المحطات هنا عبارة عن مطار صراحة. نظافة، مفيش ورق على الأرض، شايفين النظافة؟ ورقة دبانة، مفيش نظافة، مش قادر اوصف لك النظافة. دي محطة مترو، محطة مترو قطار زي ما انت شايف اهو. محطات مليانة، محطات لندن مليانة. يا معلم وخش على طول، اضرب الكارت وخش، اضرب الكارت وخش، اضرب الكارت وخش، اضرب الكارت وخش. اوت سايد فتح لي الباب اهوت. اي ام لايف وزيبل. ثانك يو سو ماتش، ثانك يو سو ماتش برو. فتح لي الباب والله. ناس محترمه اهو، فتح لي الباب. تخيل، قلت له صور وارجع، فتح لي. انا ممكن اركب وامشي عادي. يعني ممكن اركب وامشي، خلي بالك القطر. انا نازل اوريكم بس.